الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في صحيح مسلم حافظ من حديث عامر بن واثل أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحليه هي وحلته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نبا ويمد مركز السؤال ويدي علي بن سؤال ويديني وعكوي علي محور النبي صلى الله عليه وسلم كوغو قرصدي او سيغوني كوغو خاسيالي تشري، يعني هو ده واحد دين تكمده اما وحي الهي سود تشي كمده او كوغو خاسيالي مجرى علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وحناقي وعنوضي مركز وحور النبي صلى الله عليه وسلم وحو ضدك انت سكالا كقرين شري انيقا اغموصا سريسا شري وحو سيقوني سر ايقو شيقي شرو ضدك انت كالاو كقر سنشرو وحي امتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحو اي شيقي بوري افر كلمو اي شيقي افر تكلم محيهم بانو يو ويديه وحو يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحو اي شيقي أفر روح أو لعنة إلهي خطر أبو جرى ككوباد وحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة إلهي هكود عضو مين سوي كود عضي هذه خبر لقده عد أقور عضي إذن الله لعنة إلهي هكود عضو عد روح محدثة صورة ويستطوها صغشت لعنة إلهها كل عضو عد بد شيء للك حدوده أفر إفرموت بصائي وشيك حديث كاوحا كفا إذي سنين فوائد فربضان ومن دوغوه الرسا وحا كفا إذي سنين وحي إلهي النبي محمد أسود صلى الله عليه وسلم إنه سنعدنا خاص كغدغي واحد غوني اه اي وحي النبي محمد لو سو ديبي صلى الله عليه وسلم امانتي امته انو ودا غارسيي قرابديسا و خو كو خاص يليو غوني كو انا انو سن جيرين اريد اسينه وحي بينينيسا معتقد اي رميسيهن شيعه وحليدا با سو بخي صحابو نولايانو علي نولا او سؤالشني وحا كينيبا اه لأن محاد لي إن سؤال قال لي سويديو آل بيت في علي اللي ويديو وحو وحي أو خاص إذن كو أهو اللي إذن كو خاص يلي مياه شراء فكرة دواغا صوب حضو شيعة أبو رتيب أهد وحاد شراء وحي إيه الدين إيه كتاب خاص أو النبي قو كتاك صلى الله عليه وسلم وآل بيت كو أي حيان أو قرآن كان ضدك كرد حيان أنا هاي بين نوع عسى يحشو در نوع عسى يفافيين سؤال شني مناسبات كلك ديسمبا اللغوي دي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح البخاري كذلك وحا كسو ابو جحيفه صحابي قال لي لا ايا ويدي علي سيدا سوك الاويدي ما تشرا وحي وحي اه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اذن كو خاص يا لي او كتاب كقران كاهين علي وارضات ما يبغي الله وحن كل دارتي حبضة دلاعية حبضة بدركة أبوركة مرك رنك اللي قليو أما رنك أي قشو الله كلا دلاعية انت النفلي دنا أبو ريبا كل دارتي ما تشرتبو يوح خاص نقو أه إيا وحي النبي قل نقو خاص إلي ما تشرتبو هدي كتاكي ويدي فهم إلهي والروح سيو قرآن كسيي وشري كرا وفهم إلهي باب بحية آيات الوحان وردوك كفهم با إلهي عدك لكفهن سين كرا فهم كابو ميلي وقاري وايبا عدك لإلهي قار سين كرا
فهم إلهي قوني وروح قوني قرآنك وقسيي مويه لكن وحنا نقول خاصة وحي إلهي سودتي مجرد إيه وراغنا وحي كقرن مويه ورقصة وحي وراغنا معا كقرن سدح مسألة كقرن سدح ذا مسألنا أهل بيتك وخاصك وآهي مسألة لكو بادي وحويان جراحاتك مركي اللي باتل يسوقشته أما الدلعه أما اللي استعوعه أما الجراحة هي النظر اللي يسوقشته مكتا كرقلا نيس هي مكتا صيد الله بحنية هي قيلة مكتا اللقوق ده هي الدأدة وكلالية هاي أرنتاس ويقضبك كوباد وكقر وراق قضبك اللباد وكقر وحويان ذاتك اللي قفاه شيء سيدينتون dadka muslimiinta la qafashay la soo daayo gacanta gaalada laga soo bixiyo qodobka saddexaad ee waraaqda ku qoranay wax weeyaan ayaduna kama fogee al-aql wa fikakul asir wa alla yuqtala muslimu bi kafir in aan ruux muslim loo dilin gaal sababtii saddexda mas'ala ku qoran saddexda mas'ala waa saddex mas'alo caan aridaas waxay muujinaysa بنت الشيعة أي دين تكرقتي أو أهو حاجر وحي المسلمين تأنتو ذك لهينين أو الشيعة هايسو بنتاس أي بني نيسا سعد أوفضي حين يا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأن آل البيت كمذيحي سيوا إساق الرأسي أعه قارهانكو أيقو أي آل البيت كسيقوني أبويا قانان وآبوه دواي مع ذلك وو بني وحاسي مجربو لكن الشيعة وحي إسكتهاي طوائف تدين تشيغتها هو أقول بين بلان وحي دين تودون بين بيبكو صلى الله أكذب الناس وحي بين تاس بي أروريان ودين كدكتها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحير النبي صلى الله عليه وسلم أفر كلمه إيشاك أفر كلمه أي النبي إيشاك صلى الله عليه وسلم أفر تكلمنا وأفر كلمه مهم أوه أفرت كلمة وحو النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلهي لعن الديسها كل عضو ونحريست إليها اللقاء فقيه عدة قورة عدي وحول انتي قورة عان أما النفلي قورة عيد بنايا إذن إلهي هين قورة عدي قورة وعباده عبادنا إلهي بأسكاله للم وذاقه هدي وحاد جورع عيسو ولقى الصدق عدان الله هاي وقصد كاو قوي هاي إن عدان الله هاي نقول له واتشين صنم قبري وذات بنتي وشركي حقي إلى هاي لهاي وزعت كلاسي سيو ساس دراد بالقرآن الكريم كويس كل ما ننيا صلاة هي جورع هي نرشة هي جريدة أنت بإلهي بعد إذن الله مو ذاك. مركب جورع يوحي إلا جورع إلهي باسكال. سجل لو نقصته، سجل لو قلنا هذا، سجل وحلا جرى ديا. ما جي عيسى لو جورع. سأصدر هذا القرآن ككريمكو. إن شيء قال لك جورع يعيدان إلهي أهين لو نقص دنا ودي لي. وما ذبح على النصب. إن شيء قال لك جورع يا مجع اللي جورع يا مجع أن كالله هي النقطة وادي لي وما أهل لغير الله وحل رب مجعنا إنه كإله النقطة قصة كقلبك كشرنا إنه إله النقطة سأستناد أي النبي قال الصلوات ربي وسلام عليه وحل أمري ربي قدرتي أتوك ربي قدرتي أنا أجورع الله كلي جي أجورع كلي جي أنا أتوك صلاتي جورع إبل إسكول ما ننعي تا ايضا عد شركة نوع عاسق الشاء او قورع عدك لألقى الصدسين يقول يفر بدن ما انت السميان او تشنك وحو قورع واصنامتي يقيده وحو قورع او ضدكي انت وحو قورع ألقى استوحو كقر هذين ايضا والشركيات اله عبادات سكيسي وحدك للول لحيم ضدك النوع عاسق لنا خطر وحي وحجر اللعنة دي له ينوك دعا لعن الله من ذبح لغير الله قالوا كلام هذا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه حديث ككل على ضي وحويان من آوى محدثا روح دمبيله ضد المي فساد سميي بدع يوحى بنانين دين تكسو ضري
ودينتي نبي محمد فسادي نينكي هوستا صوغا شري كدال مرصدي سودا ويستي دفاعي وضوضي اسوي له ولا علني صوت وحويان محدث كجناية قلي أعيد ذنبي كقلي ضدبو اللايي ضدبو حوله ذي دعي ضدبو نبكى قلي فساد كلو سمايي دينتي مخربي فلسفي وخربا بدينتي قصادري ومفسد ومحدث وين تسكفو قيس أنا طالي هو سودو ويسن وإلا قشا هو سودو ويسن اسكن رابع لا هو سودو ويسن أداد يشد غصت صوت قشت صوماها لعنة إلهي بكو بعيس لعن الله من أوى محدثا الله نا قرآن كريم كاوحو كل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كو الظلم السمين حمانت السمين يا حق وضا إلى شيرها السمين أو إلى لنا حق وضا حتى وحيرها أو إلى لنا وهذا إلى شير السمين نار بائد تابنا يسوى الله تبارك وتعالى حق إلهنا إذ وحيدين كنقوم كرتم الجرس إذين هي اللي انكرت أما وحيدين قوان كرت مجرت سيدة استراداد من آوى محدثا وحال نبي قال نكسوا صلوات ربي وسلام على إنو يلي روحي أكالم يا روح باطل وطر باطل كيساء وطر حق دون يا إنو كدو تسيو حق دون يا إنو كبري وماشك قصار ظالم كان ظلم بكو قرب تاقية نبي قال صلى الله عليه وسلم وحبرك إلهي بلنتي سي بلنتي رسولك ببري بيك هل لي رسولك زبري بيك يين كايسك مركا وحويا محدثك أما الدين تفسادين يا أما خلقك الظلمين يا أما الدنبك حمبارسا أما حقوق ذا آدمها السور ظلمي فوسطا صوك شل وحا الصومالي بابيين واحد وحا الكائن اللي جاي واحد ظالمك قدال انت الله مرصده إلا الدفاعه هذيك الدفاع يا إيه إلهي تبارك وتعالى عرضي سكزولي ما يسدينه كو عريسين إلى أريد أتكبع حديث كل النبي حديث كل النبي بعصر القصور صلوات ربي وسلام عليه أريد تكلم النبي قلت له ما صلوات ربي وسلام عليه وعويان روحي بدلاء ذلك حدوده سجر العرض إلى قبعة ذلك حدوده سروح بدلاء وحلقوا ذا ذلك لليه ملك اللولي سهدي ما ترى كلا صار يضطك سيد ذلك أوك لليه إدي درس ككلاء هاي إن السهدين تسي باب إيسو أو السهدين تمرك باب إيسان ذلك يسي أتصا كوك هذا توت كحده أما كوك عدو ولا عند لأن وحلا الظلمية وحيلها ضطك لقد الظلمية وحيلها أقوخ خطر سواح كم إذا إن الطول بعضه نبي قوحي صلوات ربي وسلم على الروح الظلمية وحق درك قاتا من أصل الله حتى تاك إلا إكبه النقط تاك قدر كيت نوكاسي هذا اللي أكال روحي حق درك قاتا وحو النبي قوحي صلى الله عليه وسلم وحقورت اللوك قلين دونا تضبضت من انت كجأة دلوكا أو بعيد أي قرط اللوك اللي دونا مال أنت قيامة يا أنت صوم متر بعض علي أنت صوم متر قولك كركي سكو أكان ميسة أنت كو آدن أو تضبط الرؤى أي قرط كو صرنا بعض مال أنت قيامة إيمان ميسة أو فضي حيسنا سيدس دراد قولك حدود دي سي السهرميه سي الهانشيه سي وإن آدنه قتحدره قدر كلا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه وحديث ككوشة كلمة كليتا وعيتها رسول كوحر صلوات ربي وسلام عليه لعنة دها كل عضو عدا لبدي سوالد لعنة ديس عجائب سؤال باتمدو من روح ذا لبدي سوالد روح فيو وعقل جيسيلي ووالين مين لبدي سوالد لعنة ديس من لبدي سوالد عاية والدك أفلقات دينية هو يدي وحكا الشيبي جاهلية دي إسلام ككهر حلقي قالضا هاي الحتى مدعي تشري ساس دراد البحديث ككالي وحا كوي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحور الدنبية دا إله اللي قلو كو هو وي وحا كم دا إنو منكو عايا اللي بدي سوالد أفلقات دينيو
markaas waxa ay yiraahdeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim oo rasuul ilaahay ninku labadiisa waalidnimo caayi karaa riwaayad kale waxay leedahay seebu u caayi karaa maba dhici kartaaba jeef markaasa nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam ahaa hadduusan toos u caayin si dadban buu u caayaa ruux buu waalidkiisa caayayaa markaasuu kaasina waalidkii caayaya nin buu aabbihii caayayaa markaasuu kaasina aabbihii caayaya nin buu hooyadii caayayaa kaasina hooyadii buu caayaya wax ka sheegaya sidaas daraaddeed hooyada iyo aabbaha adaa caayay oo sabab ugu noqday in la caayo taasuu nebigu ka dhigay sal alla alayhi wasalam ruuxu waalidkii caayaya sida dhallinyarada iyo dad fara badan oo fuxshigii tafuxushka afxumadu muxuu ahay carabkii afku ka hallaabay dhexdooda hooyadaa waxaa ku samee aabbaha waxaa ku samee isagana lagu yidhaahdo waalidkiibuu caayay leanna sabab buu u noqday waalidkii in wax laga sheego lacnad baa ku dhacaysoo khatar uu u yahay ruuxa waalidkii sabab ugu noqonaya in la caayo asagu inuu caayo muxuu ahay la qaabila iskaba daay arrintaasina nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyaduna lacnad bay keentaa arrimaha afarta waxay ka mid yihiin arrimo fara badan oo addoonka usoo jiidi kara sababna u noqon karay in ilaahay naxariistiisa ka eriyo ka fogeeyo oo la dayriyo ruux ilaahay naxariistiisa laga fogeeyeyna naar buu gelaya saas daraaddeed buu nebigu sal alayi wasalam afartaba meelo kala gedisan wuxuu ku tiriyey dembiyada waaweyn oo ilaahay tabaaraka watacaala jannadiisana lagaga qadi karo naarna sabab kuugu noqon karaysa هذا السجى إلى لي وكتحدر صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So